السلام عليكم متتبعي فضاء المغتربات، مرحبا بكم معايا. كيف ما كتلاحظوا اليوم جبت لكم الوصفه الجميله ديال الجبن المنزلي. كيف كتلاحظوا جاي غزال تبارك الله. الوصفه انا خديتها من قناه من عند صديقه والاخت هند، مع من قناه صحتي ورشاقتي مع نينا. فعلا الوصفه ديالها انتم كتشوفوا القناه ديالها، الوصفه ديالها طلعت رائعه وانا استاذنتها وخديت من عندها الوصفه، قلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم. ففعلا الوصفه ديالها طلعت ولا اروع بصراحه. استعملت فيها كميه كبيره ديال الفرماج والنتيجه كانت روعه. اللي كتهمو هاد القناه يقدر ينضم ليها، ففيها اشياء مفيده بزاف. وندوزو دابا لطريقة المقادير والطريقة ديال التحضير ديال الوصفة. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا المقادير فهي بسيطة، ولكن الطريقة ديالها هي اللي مميزة. غادي نحتاج 500 ملليلتر من الحليب، يكون بارد يعني ماشي دافئ، بارد. انا خديت الوصفه ديالها كيف ما حطاتها هي في القناه ديالها، بصراحه عجبتني. غادي نحتاجوا كما قلت لكم 500 ملليلتر من الحليب البارد. غادي نحتاج كذلك في المقادير غادي نحتاج علبه من الفرماج. كثروا الفرماج، لان كل ما كثرتوا الفرماج كل ما كتكون النتيجه روعه، يعني كيعطيك كميه كبيره بزاف، والجبن كيجي بنين بزاف. غادي نحتاج ملعقه ونصف من الزبده، وغادي نحتاج كما قلت لكم هذه العلبه هذه ديال الجبن الفيلادلفيا، وغادي نحتاج هذا الجبن فتة، فهذا مالح جدا على هذا الشيء. انا ما غنستعملش الملح، لاحظوا معايا هذا جبن رائع وكيعطي واحد النكهه جميله بزاف. وغادي نحتاج معلقه كبيره من الخل، وغادي نحتاج كذلك واحد 5 المعالق كبار ديال المايزينا. يعني الطريقه بسيطه والمكونات حتى هي متواجده، فالكميه اللي غتعطيكم يعني ما تقولوش ان علبه فيلادلفيا راها بزاف، تقدروا تستعملوا واحد 5 أو 6 أو حتى 8 المربعات ديال الجبن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفيلادلفيا. غادي نصب الحليب في واحد الطنجره اللي غادي نوضعها فوق النار، ونضع فيها المايزينا 5 المعالقات. المهم انكم تتبعوا الطريقه كيف ما هي. صافي، وغادي نجيب واحد الطراب يدوي ونحاول نخلطها قبل ما نوضعها على النار. راكم عارفين المايزينا خاصها تطلق في البارد ماشي في السخون، او دقيق النشا، او كل واحد كيفاش يسميه. المهم غادي نديرها فوق النار تكون متوسطه ماشي مجهده، باش ما تحرق لناش المكونات ديالنا، وكنبقى نطرب يعني يديكم ما تحبش من التراب يا البنات، باش ما تلصقش ليكم، لان الا حبسنا هذا كتلصق وكدير حبيبات. غادي نضيف الزبده كذلك، ودائما مع التحريك كيف ما كنقول لكم، ونضيف ديك العلبه ديال الفيلادلفيا. انا كنت واخده منها يعني ماشي العلبه كامله، انا قلت لكم تقدروا تعوضوا الفيلادلفيا باي جبن عندكم، الكاري او المثلثات اللي بغيتوا، غير المهم انكم ديروا كميه كبيره باش ما تجيش يعني ما كيجي لا نكهه له. فبصراحه بهذه الطريقه هذه انا عجبني بزاف. وصافي غادي نبقى نستمر في التحريك حتى ندمج العناصر مع بعضياتها. راه غير اون فوا كيبدا الحليب يسخن كتبدا لا الفرماج ولا الزبده كيبداو يذوبوا شويه.
هنا وغادي نجيب هذا الجبن فتاش وكي كتلاحظوا يعني هو تيتفتت اصلا ومالح يعني راه شديد الملوحه. كاين اللي ما فيهش الملحه، مي هذه النوعيه هذه اللي واخده انا فيها الملحه بزايد. على داك الشيء ما درتش الوصفه ديالي ما درتش فيها الملحه، يعني الناس اللي ما غاديش يديروا هذا الجبن المالح يديروا الجبن يديروا الملحه بواحد المعلقه صغيره او معلقه كبيره يعني على حسب الذوق باش يجيك بنين. صافي وكنستمر في التحريك. هنا نقصت شويه من الحراره، انا كنت دايرها متوسطه وخفت على تلصق نقصت. وغادي نجيب خلاط كهربائي هاند بلاند وغادي نطرب به. ممكن تستمروا غير بالطراب اليدوي فتا هو راه كيعطي نتيجه، غير هنا باش نسرع العمليه ديال انها تذوب. صافي هنايا ساليت، غادي نكمل التطراب غير بالخلاط اليدوي، ما توقفوش من التحراك باش ما يدير لكمش تكتلات او يدير ديك الحبيبات ولا يلصق في الطنجره. هنايا كتشوفوا هذا هو القوام اللي انا بغيتو. ما تنساوش بان ديك المايزينا راه كتزيد تشرب. صافي كنطفي النار عليها وغادي نضيف ليها ديك الملعقه ديال الخل. ونحركها مزيان. هنايا انا ما عنديش القوالب ديال الفرماج، فانا درت هاد المول هذا درت فيه البلاستيك الغذائي. ممكن ديروها في يعني في بواطات صغار او علب صغيره وتكون استعمال كل وحده بوحدها. انا هنايا فضلت انني غنديرها في هذه هكا كبيره. غنفرغ الخليط
صافي غادي نحاول نقاد هاد الفرماج في المول. وغنولي نغطيها بالبلاستيك باش ما ديرش ديك الوجه ديال انا فاش تيبس دير داك الوجه يجي قاصح، فانا غطيتها بداك البلاستيك. وغادي نخليها ترتاح وتبرد شويه، يعني ما ندخلهاش للثلاجه وهي سخونه. صافي هنايا غادي نخليها حتى تبرد شويه، ومن بعد غادي نديرها في الثلاجه نخليها تبات ليله كامله. بعد ما دازت ليله كامله جبدتها من الثلاجه كيف ما كتلاحظوا. غادي نحاول نحيد ليها البلاستيك الغذائي، فهو تيتحيد بسهوله لانها يعني خدات الشكل النهائي ديالها ويبسات شويه، يعني ما بقاتش كيما كانت. وغادي نجيب واحد الطبق ديال التقديم ونحطها فيه. لاحظوا شكلها كيفاش جاي، رائع. جبن فعلا يا رائع، يستحق التجربة. يعني النتيجة روعة، وحتى المذاق ديالو. انا غنحاول نجمع ديك البلاستيك ونقلبها في هذاك الطبق النهائي، ما تخافوش منها. كيفاش يعني كيفاش كنحيدها من البلاستيك، ما لاصقه ما حتى شي حاجه، يعني يصبح الجبن جاهز. تقدروا تخليوه هكا، تقدروا ديروا فيه منكهات، ديروا الزعتر، ديروا الحبه السوداء. انا استعملت فيه الحبه السوداء، كتعجبني بزاف في الجبن. هاد الطريقه هذه ديال المشارقه كيديروا الجبن بالحبه السوداء، رائع، والمذاق ديالو كيجي غزال وحتى الشكل ديالو. هنا غنجيب سكين وغنحاول نقطع واحد الجانب وغنوضعه في طبق. لاحظوا كيفاش جاي الشكل ديالو، ولا اروع. تستعملوه في الفطور، في ليكولاسيون، تديروا به الوصفات ديالكم، اي حاجه بغيتوا ديروها. انا درت عليه قطع من او حبيبات ديال الحبه السوداء، وغادي نجيب واحد الطريف ديال الخبز الشامي او الخبز العيش الشامي، وغادي نوضع فيه. هذه هي وصفتي ديال اليوم، كنتمنى انكم تجربوها، ففعلا رائعه. كنتمنى الناس اللي كيشوفوا قناتي اول مره ما ينساونيش من الاشتراك ومن تفعيل الجرس باش يوصلكم من عندي كل جديد. والناس اللي معايا تنقول لكم شكرا لكم، لهلا خدكم وفعلا جابني غزال تبارك الله. كنتمنى تجربوا الوصفه، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء. وتنقول اخت صحتي ورشاقتي معنينا، شكرا لك اختي.